أبنائي وبناتي دفعة تالتة ثانوي 2022، إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم مع بعض على إيه اللي أنت محتاج تعرفه وتفهمه كويس في موضوع الفيض المغناطيسي. وطبعا الفيض المغناطيسي ده أول درس موجود في الفصل الثاني. كان عندنا عالم في البداية اسمه أورستيد. العالم ده جاب سلك ومرر في السلك ده تيار كهربي، بعد كده جه وضع بوصلة زي ما أنت شايف بالوضع ده، بحيث إن الإبرة بتاعت البوصلة تبقى موازية للسلك، يبقى الإبرة بتبقى موازية للسلك. طبعا لما بيمرر تيار كهربي لاحظ انحراف الإبرة، لما بيمنع مرور التيار الكهربي بيلاحظ إن الإبرة رجعت لوضعها الطبيعي. فطبعا اكتشف من كده إن في حاجة اسمها التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، يعني نتيجة مرور التيار الكهربي بيتولد عنه أو ينشأ عنه مجال مغناطيسي، وهيبقى ده محور دراستنا في الفصل الثاني. طيب قبل ما نتكلم عن المجال المغناطيسي وشكل المجال المغناطيسي وإيه اللي بيحصل فيه، بداية لازم أعرف حاجة مهمة اسمها كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة. يعني إيه كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة؟ يبقى أكيد ده عدد خطوط فيض مغناطيسي. يبقى هو الفيض المغناطيسي أو عدد خطوط الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات، بس أهم حاجة العمودية على خطوط الفيض المحيطة بتلك النقطة. طيب أنا لو عندي نقطة بيأثر عليها عدد من خطوط الفيض المغناطيسي، أقدر أجيب كثافة الفيض المغناطيسي من العلاقة اللي هتقول إن البي بيساوي فاي إم على إيه. طيب ناخدهم واحدة واحدة. البي ده اسمه كثافة الفيض المغناطيسي، فاي إم ده اسمه الفيض المغناطيسي نفسه أو عدد خطوط الفيض المغناطيسي، إيه ده المساحة اللي بتأثر عليها عدد خطوط الفيض المغناطيسي. طبعا لو كانت بتأثر عموديا على المساحة يبقى مش هيظهر عندي اي زاوية، يبقى هطبق في القانون اللي بيقول بي بيساوي فاي ام على ايه. طيب ناخدهم واحدة واحدة برضو بالتفصيل. بي اسمها كثافة الفيض المغناطيسي، بقيسها بوحدة اسمها وحدة التسلا. فاي ام ده اسمه الفيض المغناطيسي، بقيسه بوحدة اسمها الويبر. ايه ده المساحة، طبعا المساحة بقيسها بوحدة المتر مربع. طيب لو ما كانتش بتأثر عموديا أكيد هتظهر عندي زاوية، هحطها فين؟ هيبقى القانون عبارة عن بي بيساوي فاي ام على ايه مضروبة في ساين سيتا، وسيتا دي الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي ومستوى المساحة اللي بتأثر عليها، وهناخد ده بالتفصيل. طبعا من هنا لو قلنا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، هيبقى عندي الفاي ام اللي هو الفيض المغناطيسي بيساوي بي ايه مضروب في ساين سيتا. وده اول قانون موجود عندنا في الفصل الثاني واول زاوية بنتعرض لها في المنهج. خلي بالك في زوايا كتير في المنهج فلازم نفرق ما بينهم. هنا في القانون ده الزاوية سيتا هي الزاوية ما بين، بص كده مين قبلها، الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي ومين والمساحة. طيب لو حبينا نعرف الويبر، احنا قلنا عشان اعرف وحدة القياس لازم في الاول اقول هي بتقيس ايه. طب الويبر ده بيقيس ايه؟ الويبر كان بيقيس الفيض المغناطيسي، يبقى هي قيمة الفيض المغناطيسي عندما يؤثر او يخترق مجال مغناطيسي. هثبت الباقي كله بواحد، شدته واحد تسلا اهو عموديا عشان اخلي الساين سيتا بواحد على سطح ما مساحته واحد متر مربع. يبقى هو الويبر هيساوي الفيض المغناطيسي لما كل ده يساوي واحد، يعني لما يبقى عندي كثافة فيض شدتها واحد تسلا بتأثر لازم عموديا عشان الساين سيتا تبقى بواحد على مساحة مقدارها واحد متر مربع. طيب بعد كده نيجي بقى لأهم حاجة في الجزئية دي، إن القانون بتاعنا زي ما قلنا عبارة عن الفاي ام بيساوي بي اي ساين سيتا. قلنا السيتا دي حاجة مهمة جدا، هي الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي ومستوى المساحة اللي بتأثر عليها. طيب تعالوا نشوف الأشكال دي مع بعض. بالنسبة للشكل ده لو قلت لك السيتا هنا بكام هتقول لي دي خطوط الفيض المغناطيسي، ده مستوى المساحة، كده عمودين على بعض، يبقى هنا السيتا ب90 ساين 90 بواحد، يبقى وقتها الفاي ام هيبقى بيساوي بي في اي، ووقتها هقول ده اقصى فيض مغناطيسي او فاي ام ماكس. يبقى اقصى فيض مغناطيسي او الفاي ام ماكس بيحصل امتى؟ لما يبقى الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي والمساحة اللي بتأثر عليها بتساوي كام؟ 90 درجة. طيب تعالوا كده نشوف الشكل ده. الشكل ده لو قلت لك الزاوية فين هتقول لي بسيطة، ادي اكيد ده خطوط فيض المغناطيسي وده مستوى المساحة، يبقى الزاوية دي هي اللي بتعبر عن السيتا.
طب واحد تاني يقول لي ليه ما اخدش الزاوية الكبيرة، الزاوية المنفرجة؟ ما هو بص كده، لو عملت كده ادي خطوط الفيض المغناطيسي وادي مستوى المساحة، هتظهر عندي زاوية تانية هنا. طب هل ينفع اخدها؟ اه ينفع تاخدها، الاتنين هيطلعوا نفس القيمة. يعني نفترض ان الزاوية دي وليكن 60، انت لو جربت ساين 60 طبعا هي ساين 120 اللي هي الزاوية المنفرجة، وقتها طبعا هتبقى في قيمة للفاي ام بس اقل من القيمة العظمى. طب بالنسبة للشكل ده، لو انت جيت هنا هتقول لي ده الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي ومستوى المساحة موازين لبعض، يعني الزاوية بصفر، طبعا ساين صفر بصفر، يبقى الفاي ام هتبقى بصفر، وقتها بسميها القيمة الصغرى للفيض المغناطيسي. يبقى بتحصل امتى؟ بتحصل لما يبقى خطوط الفيض المغناطيسي بتبقى موازية لمستوى المساحة اللي بتأثر عليها. طب لو جاب لي شكل زي كده، طبعا ببساطة برضه هتقول لي ادي خطوط الفيض المغناطيسي وادي مستوى المساحة، يبقى في زاوية ما بين الاتنين وهي دي الزاوية سيتا. طب لو جاب الشكل ده، هنا الاتنين بيوازوا بعض، يبقى هنا السيتا بصفر، يبقى الفاي ام هتبقى بكام؟ هتبقى بصفر. خلي بالك كويس من الاشكال دي لان اللعب كله بيحصل في الزاوية سيتا. طيب نيجي بقى لجزئية مهمة تانية، لو هو رسم لك مستوى المساحة بالشكل ده، لو قال لي مستوى المساحة ده عمودي على السبورة أو على الصفحة، يبقى تخيل إن أنت كده حاطط كتاب عمودي على التابلت أو عمودي على الشاشة اللي أنت بتتفرج عليها دلوقتي، كنت هتشوف إيه؟ في الغالب كنت هتشوف الخط ده فقط، يعني كنت هتشوفه كده. يبقى خلي بالك لو رسم لك خط زي كده وقال لك الخط ده عبارة عن ملف مستطيل موضوع عموديا على مستوى الصفحة، يبقى عادي، يبقى الملف ده كأنه الكتاب اللي انت حاطه دلوقتي عمودي على مستوى الشاشة، يبقى ده معناه ده مش سلك، ده ملف. يبقى ممكن يجيب رسمة عبارة عن خط وما يبقاش سلك، ده يبقى ملف، بس يبقى انا فاهم ان الملف ده وضعه ايه؟ عمودي على مستوى الصفحة. طيب لو جاب لي ملف بالشكل ده، طبعا برضو كده هو حطه عمودي على مستوى الصفحة لكن واقف، يبقى ممكن ارسمه بخط ازاي؟ ممكن ارسمه بخط بالشكل ده. يبقى لو جاب لي برضو خط بالشكل ده وقال لي ده ملف، يبقى على طول افهم ان الملف ده موضوع عموديا على مستوى الصفحة. طيب تعالوا بقى لحتة تانية مهمة، اهو قال لي ملف موضوع في مجال مغناطيسي كما هو موضح، يبقى فين الملف؟ ادي الملف. فين خطوط الفيض المغناطيسي؟ ادي خطوط الفيض المغناطيسي. الزاوية ما بينهم كام؟ طبعا الزاوية 90 درجة متعامدين على بعض. طيب يبقى لو حبيت اطبق في القانون بتاع الفاي ام، هقول فاي ام وقتها قيمة عظمى، يبقى الفاي ام بيساوي بي مضروبة في ايه، لان كده كده الساين سيتا هتساوي 1. طب قال لي بعد ما الملف كان في الوضع ده، دار الملف سواء مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. طب لو قال لي دار الملف مع عقارب الساعة بزاوية معينة، بص كده اهو الملف كان هنا، دار مع عقارب الساعة بمقدار الزاوية دي، يبقى الزاوية اللي هيديها لي هي الزاوية ما بين الوضعين أو الحالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. طب لو حبيت هنا أحسب الفاي إم هحسبها إزاي؟ خليك ناصح، اكتب القانون، فاي إم بيساوي بي أي ساين سيتا. بسأل نفسي السيتا هي الزاوية ما بين مين ومين؟ ما بين خطوط الفيض والمساحة. طب يبقى على الرسم هتبقى فين؟ يبقى آدي خطوط الفيض وآدي المساحة، يبقى الزاوية دي. خلي بالك هو مش مديك الزاوية دي دلوقتي، هو مدي لك الزاوية ما بين الحالتين، يبقى الزاوية دي. يبقى علشان اطبق في القانون هعمل ايه؟ هقول ان الفاي ام بيساوي بي اي ساين مين 90 زائد الزاوية اللي دارها الملف، عشان تديني مين؟ عشان تديني المفروض الزاوية الكبيرة دي. واحد يقول لي يا مستر المفروض الزاوية دي تبقى زاوية منفرجة، ما احنا لسه قايلين ان الزاوية دي هي الزاوية المنفرجة الكبيرة دي، فهو في القانون ده هيقول لك 90 زائد سيتا، يبقى هو أخد الزاوية المنفرجة اللي هي إيه؟ بص كده آدي 90 درجة زائد السيتا اللي موجودة عندي. طبعا كان ممكن أخد الزاوية الحادة دي، كان على عبارة عن 90 ناقص السيتا، وهتطلع معاي نفس المقدار. طيب تعالوا لشكل تاني، افرض قال لي بداية كان عندي ملف موضوع بالشكل الموضح، طبعا لو الملف كده يبقى احنا عارفين دلوقتي الملف عمودي على مستوى الصفحة، كده بيوازي خطوط الفيض المغناطيسي. لو حبيت احسب الفاي ام هتبقى بكام؟ على طول هتبقى بصفر، لان ساين صفر بيساوي صفر. طب لو قال لي الملف دار من الوضع ده،
اهو، واداني الزاوية اللي دار بيها. يبقى بص، هو كان كده دار مع عقارب الساعة بزاوية 120. يبقى بص، هو كان كده قاعد يدور مع عقارب الساعة، يدور لغاية لما بقي وضعه بالشكل ده. فين السيتا؟ يبقى السيتا يا اما الزاوية الحادة دي يا اما الزاوية المنفرجة. يبقى انا بريح نفسي واقول هي اكيد الزاوية اللي دار بيها الملف. يبقى هطبق في القانون فاي ام بيساوي بي ايه ساين سيتا. يبقى ركز كويس، السيتا هي الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي ومستوى المساحة، مش الزاوية ما بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. طيب دلوقتي مثلا جاب لي شكل بالشكل ده، انا عاوز احسب الفاي ام للملف ده وفاي ام للملف ده واحدة واحدة. بالنسبة للملف ده كده خلاص خطوط الفيض بتأثر عموديا على مستوى الملف، يبقى هنا الزاوية ب90، يبقى فاي ام بيساوي بي في ايه. طب لو بالشكل ده يبقى بي ايه ساين سيتا. طب اسأل نفسي السيتا فين السيتا؟ السيتا هي الزاوية ما بين مستوى الملف وخطوط الفيض المغناطيسي. ادي خطوط الفيض المغناطيسي وادي مستوى الملف، يبقى الزاوية بتاعتي دي هتبقى كام؟ هتبقى 60 درجة، ما فيهاش أي مشكلة. ممكن واحد تاني يقول لي الزاوية الكبيرة دي برضو ما فيش أي مشكلة. طيب خلي بالك بقى، لو جاب لي الشكل ده، لو قال لك احسب الفاي ام في الشكل ده، واحد ممكن يستعجل يقول الفاي ام يساوي بي في ايه ساين 60. لا خلي بالك، احنا قلنا ان السيتا هي الزاوية ما بين خطوط الفيض المغناطيسي ومستوى الملف اللي بتأثر عليه او مستوى المساحة. فين خطوط الفيض المغناطيسي؟ ادي خطوط الفيض المغناطيسي. فين مستوى المساحة او الملف؟ ادي مستوى المساحة او الملف. يبقى فين الزاوية؟ يبقى اوعى تقول لي الزاوية 60. 60 دي ما بين بص العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض المغناطيسي. يبقى انت الزاوية اللي احنا عاوزينها المفروض تبقى الزاوية دي كلها، يبقى المفروض 90 زائد كام؟ زائد 60، يعني 150. وممكن تبقى الزاوية الصغيرة دي اللي هي المفروض هتبقى بكام؟ هتبقى ب30. سواء استخدمت 30 او 150 هتطلع معاك نفس النتيجة. التركة الوحيدة في القانون ده هي السيتا. درب نفسك كويس على اشكال كتير علشان ما تتلخبطش فيها تاني. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الموضوع بشكل مبسط، ويا ريت اكون عرفت افيدكم بحاجة في الفيديو ده. وحلوا على قد ما تقدروا، وانتظروني في فيديوهات تانية ان شاء الله.